عودة لمظاهرات الجزائر الأسبوعية، ينضم إلينا مراسلنا كريم قندولي. إذا كريم، كيف تبدو الاستعدادات للمظاهرات الأسبوعية لهذا اليوم، وهل من مطالب جديدة؟ صباح الخير وائل. اليوم الأجواء مثل ما ترى أجواء غائمة ممطرة، أمطار يعني غزيرة جدا، ربما تؤثر حتى على حركة السير، فما بالك إذا كانت هذه حركة السير يعني مغلقة أمام كل العربات تقريبا القادمة من المناطق يعني على الجهات الثلاثة للجزائر، سواء كانت الغربية أو الشرقية أو الجنوبية. بالتالي الإجراءات الأمنية مثل ما هو معتاد عليه، هنالك العديد من عربات الشرطة وتعزيزات أمنية مشددة تحسبا لهذه المظاهرة التي تأتي الأولى من نوعها بعد نقصد الجمعة، لأن كانت هنالك الثلاثاء الماضي الأولى من نوعها بعد الإعلان عن قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. يعني هنالك تخوف أيضا من السلطة على أن تكون هذه المظاهرات شديدة وأن يخرج هؤلاء المتظاهرون إلى الشارع رغم هذه الأجواء الباردة والممطرة، لأن ربما حسبهم أيضا هؤلاء المتظاهرين لا شيء يغلو على الوطن ولا شيء يعني فوق يعني مصلحة الوطن، وبالتالي يجب الخروج للتظاهر والقول كلمتهم. بالنسبة للشعارات ستكون دائما رحيل رموز السلطة ما تبقى منها، والمطالبة أيضا بتأجيل هذه الانتخابات التي ستجرى يوم 12 من ديسمبر. لكن بالجهة المقابلة قيادة أركان الجيش والرئاسة تؤكدان على أن الانتخابات ستجرى في موعدها المحدد ولن تؤجل للمرة الثالثة على التوالي. قائد أركان الجيش الفريق أحمد القايد صالح يقول بأن كل الإجراءات وكل يعني التنظيمات كانت يعني جاهزة، والجزائر مستعدة أن تجري هذا الاستحقاق الانتخابي. نعم الذي تنتظره منذ 18 أبريل وتأجل مرتين. شكرا جزيلا لك كريم قندولي مراسلنا من الجزائر على هذه المعلومات.